بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطيه ثلاثي حراس مرمى الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك أدوا تدريبات قوية جداً تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، وده خلال تدريبات امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة السوبر المصري مع الأهلي. وتأهل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لنص نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المنتخب الأوغندي بنتيجة 6-2، وده في المباراة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في موزمبيق. بالنتيجة دي اتأهل المنتخب الوطني كوصيف للمجموعة الثانية بعد منتخب السنغال برصيد 4 نقط، وبكده هيواجه المنتخب المغربي في نص نهائي البطولة. الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أكد أن المواجهة المرتقبة أمام بروسيا دورتموند الألماني عبارة عن تحدي كبير رغم حسم الفريق تأهله للأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: مباراة دورتموند عبارة عن تحدي كبير جدا، وفي الحقيقة أن فريقنا مش بياخد الأمور بسهولة أبدا، ولازم نتصرف ونبذل قصارى جهدنا للتغلب عليهم. من ناحية تانية أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني إنه الفريق عايش فترة صعبة للغاية، وده بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الحالية. وقال أنشيلوتي كمان إن عندنا بعض المشاكل والإصابات، وده أمر طبيعي جدا لأنك بتلعب كل 3 أيام تقريبا، والهدف من مباراة لايبزيج هو لعب مباراة جيدة لحسم الصدارة في دور المجموعات، وده هدفنا الأول وإحنا بنركز عليه. جراهام بوتر مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي أكد أن مباراة فريقه ضد سالزبورغ النمساوي في منافسة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا هتكون صعبة، لأن التأهل لم يحسم بعد، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على المزيد من النقاط. مشاهدينا، خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ليمان.